السودان، الأخ العزيز، السيدات والسادة، الوفد التركي الموقر، أود في البداية أن أعرب عن سعادتي البالغة بزيارتكم إلى مصر، والتي تأتي للبناء على سلسلة من الزيارات الناجحة رفيعة المستوى التي تم تبادلها بين البلدين في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها بطبيعة الحال زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مصر في 14 فبراير الماضي، وهي زيارات تهدف جميعها لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يحقق مصالح شعبيهما. كما تسهم هذه اللقاءات وعلى رأسها زيارة فخامة الرئيس أردوغان إلى مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي بل والعالمي بواقع ما يمثله البلدان من ثقل كبير وحضور ظاهر في محيطهما. كما اتفقت مع أخي الوزير هقان على البدء فورا في التحضير لانعقاد أول دورة لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مستوى رئيسي الجمهورية في البلدين. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد التقى بالوزير هقان الذي تشرف بمقابلة السيد الرئيس اليوم، وكانت زيارة ولقاء بناء للغاية، وتم التناول كافة مسارات التعاون الثنائي وأيضا العديد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تحدثت والصديق العزيز الوزير هقان اليوم بشكل مطول حول سبل مزيد من تعزيز علاقات التعاون بين بلدينا وبين شعبينا، وقد أكدنا خلال هذه المباحثات على تطلعنا للبناء على المسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين في الآونة الأخيرة، حيث تعد مصر الآن الشريك التجاري الأول لتركيا في القارة الإفريقية، كما أن تركيا واحد من أهم مقاصد الصادرات المصرية للخارج. لقد توافقت مع الوزير هقان اليوم على تكثيف العمل سويا خلال الفترة القادمة للوصول بالتبادل التجاري بين البلدين إلى سقف 15 مليار دولار خلال الفترة القصيرة القادمة، ولدينا الإمكانيات الهائلة لدى الاقتصاد التركي والاقتصاد المصري للوصول بالتبادل التجاري إلى هذا المستوى، وأكدنا العزم أيضا على جذب مزيد من الاستثمارات التركية إلى مصر وتنويع مجالاتها، لا سيما في مجال التصنيع وتوطين الصناعة، والتي تعد على رأس أولويات الحكومة المصرية الحالية. كما تحدثنا عن أهمية استفادة أيضا القطاع الخاص التركي من المزايا التي يقدمها الجانب المصري والاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بالمزايا والحوافز والعمالة الماهرة، وفضلا عن العدد الكبير من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر وتركيا بالعديد من بلدان العالم والمناطق حول العالم، فضلا عن القرب الجغرافي بطبيعة الحال بين مصر وتركيا. السيدات والسادة، بطبيعة الحال إن مصر وتركيا بتاريخهما المديد ودورهما الإقليمي المستمر يتحملان نصيبا كبيرا من المسؤولية عن الأمن والاستقرار والسلام في هذه المنطقة المحورية من العالم، خاصة في ظل ظروف الاستقطاب الدولي الراهن بكل تبعاته السلبية على الأمن العالمي، وكذا في ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات خطيرة وبؤر للتوتر والصراع، وتظل مصر وتركيا على استعداد دائم لتنسيق جهودهما والانخراط في تعاون بناء من أجل
صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين الازدهار والتقدم لشعبيهما وشعوب المنطقة جميعا. لقد تبادلت أنا والصديق والأخ العزيز الوزير هقان خلال مباحثاتنا اليوم وجهات النظر تجاه عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقبل ذلك تحدثنا أيضا باستفاضة كما ذكرت عن العلاقات الثنائية في مجال التبادل التجاري، في مجال الاستثمار، وأيضا في قطاع السياحة، وتدارسنا حول سبل مزيد من تنشيط هذا القطاع الهام، خاصة ونحن الآن لدينا خطوط طيران مباشرة بين مصر وتركيا، ونعمل على زيادة ومضاعفة عدد السياح الأتراك الذين يزورون وطنهم الثاني هنا في مصر حتى يتناسب مع عدد أيضا إخوانهم المصريون الذين يزورون تركيا. كما ذكرت تحدثنا بشكل مطول عن العلاقات الثنائية وعن التنسيق على مستوى الرئيسين والوزيرين وأيضا على مستوى كبار المسؤولين، وستكون هناك اجتماعات وجلسات مطولة للتشاور السياسي بين بلدين إقليميين كبيرين. تحدثنا بشكل معمق حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتهم العالم كله. تحدثنا بطبيعة الحال عن الأزمة والكارثة التي تحدث في غزة تحت مرأى ومسمع من العالم. تحدثنا عن الأوضاع بشكل مذهب، الأوضاع في ليبيا، الأزمة الليبية، وتحدثنا عن الأوضاع في السودان، وتحدثنا عن المشكلة اليمنية وعن الأوضاع في البحر الأحمر، وتحدثنا في قضايا هامة إقليمية على رأسها قضية مكافحة الإرهاب بطبيعة الحال والتعاون المشترك بين مصر وتركيا لمكافحة الإرهاب والعمل على خفض حدة الصراع والتوتر في المنطقة. وكلنا نعلم أن هناك تصاعد لحدة الصراع والتوتر نتيجة لسياسة الاغتيالات السياسية التي نرفضها بشكل كامل وندينها بشكل كامل. تحدثنا أيضا عن التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها علينا الصراعات الدامية والنزاعات الخطيرة والحروب المشتعلة في الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم. وتحدثنا أيضا بشكل مسهب على التعاون المشترك بين بلدينا فيما يتعلق في التعاون في القارة الإفريقية. لقد أطلعت صديقي العزيز السيد فيدان خلال مباحثتنا اليوم على مستجدات المساعي المصرية الرامية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بما يضع نهاية للحرب الوحشية والمرفوضة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني البريء الأعزل في قطاع غزة، وبما يعمل على تأمين النفاذ الإنساني للمدنيين في القطاع بشكل كامل وبدون مشروطية. وتحدثنا عن الجهود التي تبذلها مصر مع أشقائنا في قطر ومع أصدقائنا في الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ويهمني أن أؤكد في هذا السياق على التقارب الشديد في رؤية البلدين حول هذا الأمر، وكما أكدنا على ضرورة تجنب الانفجار الأوضاع في الضفة الغربية نتيجة لسياسة الاستيطان والسياسات الاستفزازية التي يقوم بها قطعان المستوطنين بشكل ممنهج. وأكدنا أيضا على أهمية العمل، أن يكون العمل على تنفيذ حل الدولتين وليس الحديث عن حل الدولتين والدخول في مفاوضات لا تنتهي، وإنما تحدثنا عن الأهمية البالغة لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، لأن أصل المشكلة وأصل
لب الصراع في المنطقة هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وأكدنا على تنفيذ حل الدولتين بما يضمن إقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها بطبيعة الحال القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأوضحت الرفض الكامل لسياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة، وأكدت على أهمية حشد الدعم لوقف هذا التصعيد الخطير في المنطقة والحيلولة دون خروج الأوضاع عن نطاق السيطرة وانزلاق المنطقة إلى أتون حرب إقليمية شاملة. وتوافقنا في الرؤية مع صديقي الوزير هقان حول هذا الأمر، ولعل زيارة معالي الوزير بالأمس إلى مدينة العريش وتفقده إلى لمطار العريش وأيضا تفقده لمعبر رفح من الجانب المصري وأيضا مقرات الهلال الأحمر المصري كانت رسالة واضحة لا نستغربها على تركيا ومواقفها الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية بشتى الطرق. أقول رسالة واضحة للعالم كله بأهمية العمل بأسرع وقت ممكن من أجل بالتأكيد وقف هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، والعمل أيضا على الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية والصحية دون أي مشروطية ودون أي عقبات. توافقنا أيضا خلال مباحثتنا اليوم على ضرورة تعزيز التشاور بيننا وبين بلدينا حول الملف الليبي، مع التأكيد على أن نجاحنا في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا يمثل بطبيعة الحال نموذجا يحتذى به في تعزيز الأمن والاستقرار من جانب دول المنطقة التي تظل الأقدر على فهم تعقيدات أوضاعها وسبل تسوية الخلافات القائمة. توافقنا أيضا على أهمية صون وحدة ليبيا والملكية الليبية للحل، وأعربت من جانبي عن تطلعنا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن وبشكل متزامن وبما يسمح بإعادة توحيد المؤسسات الليبية وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية تنفيذا للمقررات الدولية، وبما يعيد ليبيا للليبيين ويحفظ لليبيا وحدتها وأمنها وسيادتها واستقرارها. وأود الإشارة أيضا أنني أكدت خلال المباحثات مع الصديق الوزير هقان على ترحيبنا بالتصريحات التركية الأخيرة بالاستعداد للعمل على حل الخلافات مع سوريا وبما يحفظ لسوريا وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها ويمكن سوريا ومؤسساتها من مواجهة خطر الإرهاب والعمل على دحر خطر الإرهاب الذي يمثل تهديدا للاستقرار في المنطقة. وأؤكد دعم مصر لكل جهد صادق من شأنه التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة السورية وفقا للمرجعات الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2254 وبما يعيد لسوريا الشقيقة استقرارها المنشود وينهي كافة مظاهر التدخل الخارجي في شؤونها ويرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق. وأود أن أعرب أيضا عن ترحيبنا بالأجواء الإيجابية المتنامية في منطقة شرق المتوسط بين الجيران الشماليين، ونؤكد على أهمية استمرار هذا التعاون والتفاهم لتحقيق الاستقرار والسلام والازدهار لشعوب هذه البقعة الهامة من العالم والاستفادة المشتركة مما توفره من موارد طبيعية. أخيرا لقد تطرقنا أيضا
إلى مختلف قضايا المنطقة وعلى رأسها السودان والأوضاع في السودان وأهمية إنهاء الحرب الدائرة هناك وبما يضمن للسودان وحدته ويرفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق. وأيضا تحدثنا بشكل مستفيض عن الأوضاع في اليمن وفي لبنان وكما ذكرت أمن البحر الأحمر وتوافقت الرؤى بين بلدينا وبين بيننا على أهمية العمل سويا لمنع اتساع رقعة الصراع الإقليمي. وأيضا تحدثنا بشكل مسهب عن الملفات الإفريقية والتعاون المشترك بيننا في مجال التعاون في القارة الإفريقية. تحدثنا باستفاضة حول سد النهضة والأوضاع الخطيرة في منطقة القرن الإفريقي وأهمية الحفاظ على وحدة الدولة الصومالية والرفض المصري الكامل لأي إجراء من شأنه أن يمس بوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ومن ثم بنجدد بطبيعة الحال رفضنا الكامل لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها ونعيد التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الصومال. السيدات والسادة، أجدد ترحيبي بضيفنا العزيز والصديق السيد هقان فيدان وأتمنى له رحلة آمنة وسعيدة في طريق العودة إلى تركيا الصديقة حاملا معه رسائل المودة والتقدير من مصر وقيادتها وشعبها إلى تركيا قيادة وشعبا صديقا. ونؤكد حرص مصر على تعميق التعاون مع تركيا من أجل الوصول إلى مستقبل مزدهر للعلاقات يكون على مستوى العلاقات التاريخية التي تجمع بين بلدينا وشعبينا الصديقين والشقيقين، وبقدر ثقل البلدين في المنطقة وفي تاريخ المنطقة وبما يعزز من دورهما الإيجابي في حاضر هذه المنطقة ومستقبلها بإذن الله. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله. Değerli basın mensupları, aileyi yeniden ziyaret etmekten Değerli basın mensupları, Kahire'yi yeniden ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Mısır Dışişleri Bakanı, değerli dostum, kardeşim, Sayın Bedir Abdullah Atiye, sıcak emsaliği için çok teşekkür ediyorum. Bakanlık görevlilerimizin tekrar hayırlı olsun. Eminim ki Sayın Bakanlar, ikili وأنا متأكد بأننا سنعمل سويا من أجل تطوير علاقاتنا بكل ما لدينا من إمكانيات وبكل عزم وحزم. أيها الإخوة والأخوات، كما تعلمون أن منطقتنا أصبحت تشهد طوقا من النيران ونحن نولي اهتماما كبيرا بالتشاور الوثيق فيما بيننا، وكذلك قد إننا كذلك سنعقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى من خلال زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا. وكما تعلمون أن أنني حظيت باستقبال من قبل الرئيس السيسي وأبلغته تحيات فخامة الرئيس وذكرت له أيضا بأننا نتطلع لزيارة فخامته في تركيا في أقرب وقت ممكن. لا شك أن زيارة فخامة الرئيس إلى القاهرة المؤخرة قد أعطت دفعا قويا لعلاقاتنا أيضا، ونحن سعداء بذلك ونرحب بذلك ونعمل على تعزيز وتكثيف علاقاتنا في شتى المجالات. وأنا أؤمن بأننا سنرفع بمستوى علاقاتنا التجارية والاقتصادية إلى مستويات أعلى، وكذلك نحن نستمر في أعمالنا المتعلقة باستئناف
في رحلات البحر رورو بين ميناء مرسين وإسكندرية في إطار اتفاقية التجارة الحرة، كما أنني وجدت فرصة من أجل الحديث عن فرص الاستثمار والأعمال أيضا والتسهيلات المقدمة لتعزيز التعاون بين البلدين. وهدفنا المشترك هو الوصول إلى 15 مليار دولار كالتبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة القادمة. ونحن نعتبر مصر شريكة آمنة على مدى بعيد أيضا، ولذلك تطرقنا أيضا إلى شتى المسائل بما فيها موضوع الطاقة النووية وموضوع الغاز المسال الأنجي، ونولي اهتماما كبيرا بمجال التعليم والثقافة أيضا، ونعمل على زيادة تقديم المنح الدراسية للطلاب المصريين. أيها الإخوة والأخوات، كما تعلمون أننا وجدنا فرصة للتطرق إلى مواضيع إقليمية كما ذكره أخي العزيز معالي الوزير قبل قليل. لا شك غزة كان هو ضمن الأولويات، وإن هجوم إسرائيل يمثل تهديدا كبيرا، حيث أن إسرائيل قامت بقتل ما يزيد عن 40,000 فلسطيني على مر 10 أشهر الأخيرة. وتطرقنا كذلك ما يمكن أن نفعله أيضا من أجل وقف هذه الوحشية، ونحن نرحب بجهود وتنسيق مصر مع قطر من أجل أيضا العمل ووقف إطلاق النار أيضا. ونحن لم ندخر جهدا في تقديم كافة الدعم اللازم إلى إخوتنا المصريين والقطريين في هذا المسار، ولكن تعلمون أن الجانب الفلسطيني كان دائما يقدم مبدأ ويتعامل بشكل بناء، بينما كان دائما إسرائيل هي الجهة التي دائما الطرف المشاغب. ونحن كما تعلمون أنني أذكر هنا الشهيد إسماعيل هنية هنا، وألعن فعل إسرائيل باغتيال أيضا المفاوض الرئيسي إسماعيل هنيفة. ونستنتج من هذا الحدث أن نتنياهو لا يريد سلاما، نتنياهو يريد أن يحرق المنطقة برمتها. إسرائيل وإنما تسعى إلى العنف والتوسع. أيها الإخوة والأخوات، إن الوحشية في غزة قد كشفت عن مدى عجز أيضا النظام الدولي، لأن إسرائيل وخاصة دعم إسرائيل بلا قيد وشرط هو السبب في زحزحة مبادئ وأركان نظام القانون الدولي، والذين يعتبرون الاحتلال في أوكرانيا هو جريمة يمثلون القروض الثلاثة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. وكما رأينا بأننا كيف أن الكونغرس الأمريكي رحب بنتنياهو وسمح له بإلقاء خطاب هناك، ونحن نقول لا يمكن أن يكون كرسي البرلمان هو مكانا لجلوس مجرمي الحرب، بل يجب أن يكون كرسي المتهم هو كرسي المجرمين فقط، ويجب على إسرائيل أن تتراجع عن هذا الخطأ الفادح أيضا. فإن الاستفزازات من قبل اليهود إسرائيل المتطرفة يمثل خطرا، وإذا لم يتم وقف ذلك ليست المنطقة بل العالم ستدفع ثمنا باهظا. أيها الإعلاميون، سيدات والسادة، قبل زيارتي إلى القاهرة قمت بزيارة الريش العريش ورفح أيضا، وقد تلقيت معلومات مباشرة من مصادرها فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، فإن مصر تلعب دورا محوريا في إيصال المساعدات إلى غزة، ونحن نشكر إخوتنا الفلسطينيين لتمكيننا من استخدام مطاراتهم وموانيهم وطرق الإيصال، وإن تركيا قد أوصلت حتى الآن
أكثر من 56 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة، ونحن نتقدم وتركيا بذلك تتبوأ الصدارة في تقديم المساعدات الإنسانية. وأنا أشكر أيضا مصر والهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة والسكان المصرية على تعاونها معنا في هذه المرحلة في إيصال المساعدات. وحقيقة إن إسرائيل الآن مزعجة جدا من إيصال هذه المساعدات، لأنها تريد أن تقتل الفلسطينيين الذين لم تستطع أن تقتلهم بالأسلحة والقنابل عن طريق تركهم جوعا والعطشة. أيضا أيها الإخوة والأخوات، نحن كذلك نسير عملا دبلوماسيا مكثرا بقيادة فخامة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان من أجل وقف أيضا المجازر في غزة، ونحن كما تعلمون نتابع التطورات لمقاضاة إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية، وتركيا اتخذت قرارا بأن تكون طرفا في ذلك، وإن شاء الله سنكمل الملف قديما وسنقدم إلى المحكمة. ونحن نريد أن تتأسس دولة فلسطين سالمة ومستقرة، وهذا حق طبيعي للفلسطينيين أيضا. ونحن لا نريد فرض أي أمر على الفلسطينيين، لأن الفلسطينيين قادرون على تقرير مصيرهم وكذلك إدارة شؤونهم وتحديد مستقبلهم. أيها الإخوة والأخوات، ونحن كذلك نولي اهتماما كبيرا بأن نكون على تشاور وثيق مع مصر في مواضيع متعلقة بإفريقيا، وننظر إلى مواضيع وملفات من زاوية موحدة. وكما تعلمون نحن نتألم على ما يجري في السودان حاليا من اشتباكات، ونحاول أن نكون إلى جانب إخوتنا السودانيين ونتواصل مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لإيصال المساعدات أيضا. ونحن نأمل بأن يتم وقف إراقة دماء الإخوة فيما بينهم، ونحن جاهزون لتقديم جميع أنواع الدعم والجهود الدبلوماسية لتحقيق ذلك أيضا. وكذلك نحن نتشاطر الرأي مع مصر في ضرورة الحفاظ على الوحدة الترابية للصومال والحفاظ على سيادة الصومال، وأيضا نحن ندعم معا وحدة وتكامل ليبيا، ودائما نعرب أن هناك تطابق كامل بين بلدينا بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية من أجل تأسيس دولة موحدة من حيث المؤسسات أيضا، ونستمر في تشاوراتنا في موضوع ليبيا أيضا. أيها الإخوة والأخوات، أود التأكيد هنا أمامكم بأن البلدين عازمان على أن يكون على تواصل وثيق من أجل تطوير العلاقات، ولا شك أن التشاور والتنسيق هو سيعزز إمكانات البلدين وسيسهم أيضا الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. ونحن بناء على هذا الرأي والتفاهم سنستمر بأعمالنا. وأنا هنا أتقدم وأجدد شكري إلى أخي العزيز معالي الوزير بدر عبد العاطي وأيضا السلطات المصرية على حسن الاستقبال والحفاوة. وبهذه المناسبة كذلك نبلغ تحيات شعبنا إلى الشعب المصري الشقيق. شكرا. سؤال الجاس. سؤالي معالي الوزير دكتور بدر عبد العاطي، تأتي زيارة وزير خارجية تركيا لمصر في إطار تعزيز محطة هامة وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وأيضا الإعداد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الزيارة المرتقبة إلى تركيا. هل لك أن تطلعنا معالي الوزير على ما تم في اجتماعات اليوم للإعداد لهذه الزيارة؟ وهل أيضا بترى أن هناك موضوعات ربما ستحظى باهتمام خاص خلال الفترة القادمة بالنسبة للعلاقات الثنائية؟ شكرا. شكرا جزيلا. بالتأكيد يعني كان في حيز كبير من النقاش اللي دار مع معالي وزير خارجية تركيا على التحضير لعقد الاجتماع الدورة الأولى لمجلس التعاون الاستراتيجي برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان. تناولنا بشكل مفصل الحسن الإعداد والتحضير
لانعقاد هذا المجلس في دورته الأولى، وأيضا بالتأكيد تناولنا المخرجات للزيارة الرئاسية الأولى لفخامة الرئيس إلى تركيا. تحدثنا عن الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي سيتم توقيعها في مختلف المجالات. هناك اتفاقيات رهن التوقيع وجاري الانتهاء منها في كافة مجالات التعاون. تحدثنا أيضا عن مخرجات لهذه الزيارة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، التعاون التجاري، زيادة الاستثمارات التركية في مصر، أيضا التعاون في مجال التجارة وسبل اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى الوصول إلى الهدف المبتغى بأن نصل بحجم التبادل التجاري إلى مبلغ 15 مليار دولار في المستقبل القريب. تحدثنا أيضا عن التعاون في المجالات التعليمية والثقافية، وهناك اتفاقيات في عدد كبير من الاتفاقيات أو مشروعات الاتفاقيات حتى أكون دقيقا يجري الانتهاء من مراجعتها ويتعين التوافق بشأنها بين الجانبين والانتهاء من الإجراءات القانونية والدستورية. لكن هذه الاتفاقيات تغطي كافة مجالات التعاون الثنائي في كل ما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. فيعني كان في لقاء مطول حول هذا الأمر، واتفقنا مع معالي الوزير على تكليف مساعدين للعمل بجدية على إنهاء كافة أي بطء في الإجراءات حتى يتسنى التوقيع على هذه الاتفاقيات خلال القمة المرتقبة. وأيضا تحدثنا عن أي يعني أمور قد يتم انتهاجها أو اتخاذها لدفع هذا التعاون قدما وإزالة أي معوقات. ونقلت كما ذكر الوزير هقان أن الحكومة المصرية الحالية تضع نصب أعينها قضية الاستثمار بالتأكيد، وتقديم كل التسهيلات الممكنة لإخواننا وأشقائنا من رجال الأعمال من تركيا. لديهم استثمارات كبيرة هنا ونريد مزيد من هذه الاستثمارات. فبالتأكيد من الآن وحتى الزيارة الرئاسية القادمة وحتى تدشين مجلس التعاون الاستراتيجي سيكون هناك سلسلة من اللقاءات على مستوى كبار المسؤولين، لقاءات هنا في مصر ولقاءات في تركيا، كل طرف مع الوزارات المعنية، ولقاءات أيضا مشتركة بين الجانبين المصري والتركي حتى ننتهي من مخرجات محددة للزيارة الرئاسية ولانعقاد هذا المجلس في دورته الأولى، وبما ينعكس بالتأكيد بالخير والنماء والرفاهية للشعبين الشقيقين. شكرا. مندوب وكالة الأناضول أستاذ عامر تفضل. Sorum Sayın Hakan Fidan'a olacak. Ankara'da geçen hafta bir çok sayıda ülkenin katıldığı bir tutuklu takası gerçekleşti. 26 kişi تبادل الأسرى في أنقرة و 26 شخص رجعوا إلى بلدانهم. كيف كانت هذه الدبلوماسية وراء الكواليس؟ شكرا. Değerli basın mensupları bildiğiniz gibi شكرا جزيلا. السادة والسيدات الإعلاميون كما تعلمون وقد أعرب فخامة الرئيس مرارا ونحن دائما نعرب في سياستنا الخارجية بأننا ندعم جميع الجهود الرامية إلى المصالحة والوفاق. أحيانا تتجلى سياستنا في الوساطة وأحيانا في تبادل الأسرى، وما ذكرتموه بعودة 26 شخص إلى بلدانهم ما بين روسيا وأمريكا كان ربما أكبر اتفاقية أو حالة في تبادل الأسرى من حيث العدد. قبل ذلك أيضا وقع تبادل الأسرى ولكنها من حيث العدد كان الأكبر، ونحن رأينا بأن أمريكا وروسيا اعتبرت تركيا جهة آمنة
لتحقيق هذا التبادل، وكان جهاز المخابرات التركي كان على تواصل مع الأجهزة المعنية لكلا البلدين، وتمت إدارة الموضوع. وأنا أريد أن أهنئ رئيس جهاز المخابرات إبراهيم قدن وسائر الإخوة العاملين في الجهاز، وأنا لا يمكن أن أتطرق إلى تفاصيل هذا الموضوع لأنه كان عملا من قبل الأجهزة المخابرات المعنية. أستاذ أحمد مهران تفضل من سكاي نيوز عربية، سؤال موجه لمين؟ السؤال موجه لمعالي الوزيرين معا. طبعا هناك حالة تصعيد غير مسبوقة في المنطقة حاليا، وهذا الوضع يعني ربما ينذر باتساع نطاق الصراع إلى مرحلة الحرب الإقليمية التي قد تؤدي بدورها إلى فوضى شاملة في المنطقة. السؤال الآن، هل يمكن أن تطلعونا على آخر مستجدات التنسيق المصري التركي لاحتواء هذا التوتر الراهن في المنطقة؟ وهل يمكن أن نتوقع إجراءات استجابة علنية ومشتركة بين الجانبين المصري والتركي تترجم هذا التنسيق على أرض الواقع؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال الهام. بالفعل يعني جزء كبير جدا من مباحثاتنا اليوم مع أخي معالي الوزير فيدان تطرق إلى قضية التصعيد، لأن كما ذكرت مسألة التصعيد الحالية الجارية في المنطقة تنذر بالدخول في أتون حرب إقليمية شاملة لن تبقي ولا تذر، وهذا الأمر يعني محل قلق شديد جدا لدينا ولدى الجانب التركي، وهناك تنسيق كامل بين بلدينا فيما يتعلق بأن كل طرف يستغل كل قنوات التواصل له مع الأطراف المعنية حتى يتم العمل على خفض حدة التوتر وخفض التصعيد. لكن بالتأكيد يعني هذه السياسات الرعناء الغير مسؤولة بالاختيالات السياسية هي بالتأكيد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. أنا أحط أخي معالي الوزير التركي بكل الجهود التي تقوم بها مصر بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية للعمل على تخفيض حدة التصعيد. يعني بعد هذا المؤتمر الصحفي لدينا اتصالات مكثفة سأجريها مع أنتوني بلينكين ومع قادة آخرين ومع وزراء آخرين. بالأمس تحدثت مع الوزير لافروف، تحدثت أكثر من مرة مع الوزير الإيراني الدكتور علي باقري، تحدثت أيضا مع رئيس وزراء لبنان ووزير خارجية لبنان، وإن شاء الله هناك زيارة لوزير خارجية لبنان حتى إلى القاهرة، وسنتحدث بها فيها بشكل مفصل حول ضرورة ضبط النفس وضرورة عدم الإنجرار إلى الاستفزازات التي قد تؤدي بسبب سوء في الحسابات إلى اندلاع حرب شاملة وستضر الجميع بلا استثناء. فبالتالي لدينا مصلحة مشتركة مصر وتركيا في العمل على تخفيض حدة التصعيد وتحكيم العقل وعدم الانجرار وراء الاستفزازات التي تتم من آن إلى آخر لجر المنطقة إلى حرب واسعة ستهدد الأمن والاستقرار والرفاهية في المنطقة. فبالتأكيد لدينا رؤية مشتركة ولدينا توافق بل تطابق في وجهات النظر حول أهمية السعي لتخفيض حدة التوتر والتصعيد، وكل طرف يستغل كل ما لديه من اتصالات إقليمية ودولية للعمل على كبح الجماح ومنع الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة. مع الوزير. Çok teşekkür ediyorum. Şükran cezilen.
حقيقة أن معالي الوزير قال أعرب بشكل مختصر ووجيز نحن في تركيا ومصر نبذل قصارى جهدنا من أجل خفض التوتر في المنطقة ونحن كبلدين مسؤولين في المنطقة لن نبقى متفرجين على المجريات مجريات الأحداث في منطقتنا بل سنعمل على تقديم جميع المساهمات والإسهامات والدعم من أجل خفض التوتر في المنطقة وإن حديثنا اليوم وجلوسنا وتشاورنا فيما بيننا نعمة كبيرة ونحن على وعي بذلك ونحن نتطرق إلى قضايا وملفات ذات الاهتمام المشترك في المنطقة مثل الصومال وليبيا واليمن وغير ذلك من الملفات وتركيا ومصر على تنسيق وتعاون في معالجة هذه المسائل وكما تعلمون نحن دائما كنا نوجه تحذيراتنا للتحصيد في غزة وخاصة أن الدعم لمجازر إسرائيل سواء كان فعليا أو بالصمت دائما كان مضرا وسيضر هذه الدول أيضا في المستقبل نجد أن هناك دعم يأتون إلينا وإلى مصر يقولون أن الطرف الأخرى الدول الأخرى لا تدخل دائما نجد أن بعد ذلك إسرائيل تقوم بقصف وقتل مثلا الدبلوماسيين الإيرانيين في دمشق ثم يأتون إلينا أنتم عليكم أن تتدخلوا حتى لا يتم التصعيد والآن نفس الشيء تم اغتيال إسماعيل هنية وأتوا إلينا ويقولون لنا تدخلوا من أجل عدم التصعيد ولكن هذا لا يمكن أن يكون أمرا مستداما يعني بأن تدعم الولايات المتحدة وأن تخفف أيضا عن جميع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في المنطقة وتحاول أن تسد ونحن نقول يجب عليهم أن يقفوا موقفا حقيقيا من أجل وقف ذلك لأن المنطقة غير قادرة لتحمل توترات أكثر ويجب أن ينصت إلينا نحن كأبناء المنطقة وشعوب المنطقة وأنا واحد منهم أتحدث فإن الحالة النفسية التي يعيشها الشعب وخاصة هذه المشاهد التي يشاهدها الناس وعدم إيصال المساعدات وعدم إيصال يد عون إلى الفلسطينيين الذين يموتون ونشاهدهم في الشاشة ثم بعد ذلك أن يتم الحديث من قبل الدول بأنها تقدم الدول الغربية وبعض الدول أيضا بأنها تعطي دروسا عن الديمقراطية وفي حين أنها تتصرف تصرفات مناهضة لذلك وبالتالي نجد في أن في هذا الوقت الذي فقدت إسرائيل جميعا شرعيتها ومصداقيتها أيضا الدولية فإن تركيا ومصر أصبح دورهما أبرز من أجل الحفاظ على نظام عالمي عادل أيضا ونحن نتبنى هذا الموضوع بالحق ونبذل قصارى جهدنا يدا بيد من أجل تحقيق السلام أيضا شكرا شكرا جزيلا شكرا أريد فقط أن أضيف بشكل سريع يعني أنا بتفق مع ما ذكره معالي الوزير تماما وإن كل طرف عليه مسؤولية أن يتدخل ويتحرك لمنع انفجار الأوضاع مرة أخرى السبب الأساسي هو استمرار العدوان في قطاع غزة وهذا هو المصدر الأساسي لعدم الاستقرار ولتهديد السلم والأمن في المنطقة وفي العالم كله كما ذكرنا أكثر من مرة هذه الازدواجية في المعايير يعني تجعل النظام المتعدد الأطراف والنظام الدولي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على المحك بسبب هذه الازدواجية في المعايير وعدم انطباق نفس المعايير على كل القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة شكرا جزيلا